سامسونج جالاكسي M31، الهاتف الذي جاء بتصميم من جالاكسي S20. دعونا نتعرف عليه. مراجعة سريعة. وضعت سامسونج في هذا الهاتف تصميما مشابها لهاتف جالاكسي S20 الأخير. من الظهر جاءت الكاميرات في مستطيل مغلق، لكن الاختلاف أن مستشعر البصمة جاء في الظهر والنوتش على شكل قطرة وليس ثقبا. الهيكل مصنوع من البلاستيك، المنفذ بالأسفل USB من نوع C، ومنفذ سماعة الأذن 3.5 ملم. يأتي الهاتف بأبعاد 19.5 إلى 9. الشاشة مقاسها 6.4 إنش بدقة Full HD Plus بكثافة 411 بيكسل بالإنش من نوع Super AMOLED، وهذا أمر ممتاز لهاتف من الفئة المتوسطة. من حيث الأداء، يعمل الهاتف بنظام أندرويد 10 مع واجهة سامسونج One UI 2.0 ومعالج Exynos 9611 8 نواة بتردد 2.3 جيجا هرتز ومعالج رسوميات من نوع مالي G72 MP3. جاء برام 6 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت، والنسخة الثانية برام 4 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجا بايت، ويمكن تركيب ذاكرة خارجية حتى 512 جيجا بايت. يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية العدسة، الأولى بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 1.8، والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بزاوية رؤية واسعة بفتحة عدسة 2.2، بينما العدسة الثالثة بدقة 5 ميجا بيكسل سوبر ماكرو لتصوير العناصر القريبة بفتحة عدسة 2.2، والرابعة بدقة 5 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 2.2 لدعم عمق التصوير. الكاميرات تأتي مزودة بفلاش وتدعم تقنية HDR لتوضيح ألوان الشاشة، وهذه عينات تصوير قالت سامسونج إنها ملتقطة بالهاتف. أما الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.0 وتدعم الـ HDR. البطارية بسعة 6000 ميلي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 15 واط. سيتوفر بعدة خيارات من الألوان، هي الأسود والأزرق، ولا معلومات رسمية عن سعره ولا موعد توفره بالأسواق العربية. الهاتف يعد أول إصدارات سامسونج لسلسلة M لسنة 2020، وجاء مشابهاً لحد كبير من حيث التصميم والمواصفات لهاتف سامسونج جالاكسي M30S، مع تحسين على مستوى الكاميرا الأمامية والخلفية. الهاتف سيتوفر للبيع بالسوق الهندي بداية شهر مارس بسعر يبدأ من $225 لنسخة رام 6 جيجا بايت، وبسعر $210 لنسخة رام 4 جيجا بايت، دون تفاصيل بعد عن موعد وصوله لأسواق الشرق الأوسط. وليكم سعر الهاتف بمختلف العملات.